مرحبا، أنا هنا كوسيرة الهرشية النمسا، وأريد أن أقول سلام لسعيد رئيس وسعيد نائب رئيس سملاء سيداتي وسادتي. كوزيرة النمسا ألقي خطابي باللغة العربية. لماذا أفعل هذا؟ هذه اللغة وحيدة من 6 لغات رسمية الأمم المتحدة، ودرستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا. هي لغة مهمة جميلة وجزء من الحضارة المهمة العربية. ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب كيف الناس يستمرون الحياة رغم كل الظروف الصعبة. هذا سر الحياة. وفي ناس، في رجال ونساء من بغداد حتى دمشق، وهم يستمرون الحياة. كل الاحترام لهذا الناس. نحن كلنا جزء من بني آدم. هذا بني آدم، قبيلة آدم، كلمة أخرى لبشرية. ونحن هنا في هذه الجلسة عندنا صوت، ولازم أن نستعمل هذا الصوت لأناس هرج هذه الجلسة في الأزمات وفي الهروب، لا سيما في الشرق الأوسط. واسمحوني أن أقرأ بعد كلام الكاتب الألماني برتولد بريخت. هو قال: لأن في بعد في السلام، يعني خارج النور، وفي آخرين في نور في ضوء، ونحن نرى فقط الموجودين في ضوء في نور، ولا نرى الناس خارج النور.